جديد، اهلا بيكم مشاهدينا الكرام. الحقيقه الخبر ده من الطف الاخبار اللي بتبقى معانا. بنحاول نذكر ذكرى فنانين العظام واجيال مختلفه من الفن ومن الابداع. والنهارده بتمر ذكرى 85 على ميلاد الفنانه زهره العلا، احدى ابرز وجوه السينما المصريه واحدى علامات زمن الفن الجميل. كنا زهره العلا الجميله خلال مسيرتها تقريبا قدمت 200 عمل فني تنوعت ما بين السينما، الدراما، المسرح. من اهم المحطات في مسيرتها الفنيه كانت طبعا البطولة الثنائية مع الفنان راحل إسماعيل ياسين في عدد من الأفلام السينمائية الناجحة وغيرها وغيرها لزهرة العلا، مش بس من أجمل الوجوه ولكن كمان فنانة جميلة وعظيمة. خلونا نروح نتابع هذا التقرير عن زهرة العلا. اول ما تشبكيها بالابره ايه الغني لعنك. انا بصيت لقيت واحده بتغني وانا لوحدي في الاوضه، بص على طول الاوضه مسكونه بغنيه. يا اللي انت سهمني عياني من غرمياني. اسمعي يا فندم، انا ما رضيتش افتحه في الديوان في موضوع خطب. قلت لما يجي يفطر معانا نفتحه كده بصراحه، انك عاوزه تفسخي. انا بقول يا بابا بعد اذن حضرتك طبعا إحنا يعني بلاش نتفق. أنت غيرت رأيك ولا إيه؟ مش عارفة يا بابا، أنا متهيألي إن عبد الحميد اتغير. إحنا كنا خايفين لا يبلغ عنا لكن ما حصلش. وأنا بلغني إن هو هيشتغل بعد الظهر وهيبتدي يذاكر من أول. يوم هتجوزني. برافو عليك، مبروك. انت مبسوط اني هتجوز؟ فرحان جدا. هتحب يعني فرحان اني هتجوز اي حد؟ لا لا لا، مش اي حد، لازم يكون عريس كويس. هتحب؟ هو مين العريس؟ امين ابن خالتي. هتحب؟ هتحب امين؟ انا اسحب تهنئتي. يعني امين بس اللي مش عاجبك، انما اي حد تاني معلش. انا ما قلتش لحد لكن هقول لك انت وربنا سامحني. وانا بغسل المناديل بتوعي لقيت فيهم احمر شفايف من بتاع الستات. قربت اللي بيبات بره كل يوم خميس، ومش بس كده لونه بقى مقطوع وصحته دبلان. اهلا 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 اهلا، الحمد لله على السلامة. شويشة الله يسلمك، نورت البيت. البيت نور بوجودك يا حضرة الصوت. ازيك يا راجل؟ الحمد لله، وحشتينا قوي. ان شاء الله ما تشوفيش وحش. ما تشوفش وحش ازاي وانت وقفتها في وشها؟ وبعدين بقى في الحرمة الاسيوية دي. معلش يا راجل معلش، انا عايز اسمع منك كل حاجة، عايزك تحكي لي على كل شيء. معقول اللي بتقوله ده يا رفيق؟ امال ايه خاله المستشار وابوه اللي كدب يا ناديه، كله كدب كدب. هو ايه اللي سكتك؟ طب ليه ما تردوش من البيت؟ خيريه بتحبه فعلا، لما تعرف حقيقته اكيد هتحتقره ومش هتقدر تبص في وشه. مش بالبساطه دي والله، توفر الفلسفه بتاعتك دي للناس اللي بتكتب لهم.